خدت البيبسي مع الاكل. نلعب يلا. طينا زبده وزبده. يلا نلعب. حط الدجاج. نشوحها بعد الفريزة. خلوها سوا. نرمي البصل. نشوحها بالدجاج. زيت بابريكا وكمون وملح وفلفل اسود. ملعقة صغيرة فلفل رومي ثلاث ملاعق. جاهزة. الآن نحط الساندويتش. شوفوا نضيف الزبدة بهذا الشكل خفيف عشان أنا ما أبغى أحطها في الطاوة كذا أسهل. نضيف الموزاريلا بهذا الشكل على قد ما تحبه يعني. نضيف الدجاج. نضيف جبنة شيدر حسب النوع اللي توفر عندي. عندي هذا. نقفل الترتيلو بهذا الشكل. بعد ما نجهز بهذا الشكل